وهو لما يكون في مسافة زمنية 10 دقائق انت بتصحاب عليها مفاتك ما بتتمنيني يا استاذ. اه طب ماشي اصحاب قل السن يعني مش بالضبط. ايه تاني؟ طب الحضرة عن المتهمة المتهمة التاني يا بشور اسمع الكلام. انا ما قلتلكش قول زي ما انت عاوز تقول. انت اجرت المبني عليه شقه في الاثار المملوك ليك او لوالدك. مظبوط يا فندم. واجرت باسم المتهمه الاولى. مظبوط. مظبوط. من وقع على هذا العقد؟ لا يا فندم. الآية اللي وقعت؟ لا يعني الآية اللي أنا كتبت باسمها اللي احنا قلنا بيها. مين وقع كمستاجر؟ فرح يا فندم وأنا صدقني بأمانة ربنا فرح. مش أول نوبة أكرم. مش أول نوبة بأمانة ربنا أكرم. أنا بسألك. اتفضل. تقابلت مع آية قبل كده؟ لا يا فندم. أو بعد الوقعة؟ لا ما بعد الوقعة لا بعد الوقعة ساعة ما أنا رحت يا فندم هناك الشقة عادي اللي هو عادي. يعني تروح شقة عندها مؤجرة عادي ازاي؟ لا يا فندم اللي حصل كالاتي لما الست كلمت اللي هي الجارة اللي تحت تمام قالت لي دي حاجة وحشة بعت لي والدي والدي قال لي يا بشودة في حاجة ميتة تحت قطة ميتة خدها رماها تاني يوم لقيت الست كلمتني برضه تاني قالت لي يا بشودة في حاجة خدوني ودوني المركز ما كنت جيت الظابط بيقول لي بيقول لي مين اخر مكالمة ما بينك وبين فرح دي انت؟ قلت له يا فندم مش متذكر هات الموبايل وانا ايه ارن لك عليها اجيبها لك جالي تجيب لي مين يا ابني؟ قلت له جنب فرح فكده قال لي امال مين اللي مات؟ والمصارين اللي حدفتها ما حدفتش حاجه صدقني اللي هو الدكتور اللي شقه الطرف وجاب عربيه نص نقل وحدفتها عليه يا فندم اسمع مع اسمع موضوع الزباله يا فندم جار جه زباله ايه يا استاذ؟ ريحه طالعه في هذا المنصب عفن ودود تقول لي زباله جه يا فندم رد جه عندي البيت اللي انا عليا لا يا تواني طب ثانيه بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك الكلمه دي بعد اذن معاليك جه يا فندم ساعة ما انا رحت هناك جالي البيت قال لي هتشوف في عندك لحمة وشك سكان حاطين عندي زبالة تمام قلت له هتبص على المرة على العش اللي ايه؟ على العش المصروع على المصروع قلت له الوقاع صح مظبوط يا فندم تمام جه كنت واصل هناك فرجعت الوالد جه فقلت له بابا قصة الوضع قال لي يا عم انا قلت له من وقت وبساط عليها في الخير ولا يفعل بدل القضية لو اعمل يا عم فوق عندك العربية فقلت له ارمي الزبالة خدت دورت العربية لقيت الدكتور قال لي مش شفت الوضع خدها يا بشوي تعالى يا بشوي خدها بعد اذنك معلش عشان مش راضي قلت له خدها من هنا كريم قلت له خلاص ماشي كده بندور عليهم وبتاع احنا محمد بامانه ربنا امام ربنا اتحاسب بامانه ربنا كمان نوم خد الزباله انا هقول لك تحلف ولا تقول بامانه ولا يا حاج اوام حضرتك انت متهم بدفع عن اوام اوام حضرتك يا فندم كده واخد الزباله واقوم حضرتك وانا راكب عربيتي زي ما انا رحنا يا فندم عند الباب قام نازل برضه هو وقام راميه انا ولا نسيت ولا شفت ولا اي حاجه بامانه ربنا صدقني كمان مره وانا مظلوم من ثلاث هذا عن معروف طبعا السؤال بس يا ريس احنا ما عندناش المراه في السبت ولا كنا موجودين ولا مؤثرين لما كنا موجودين على نفس الطريق جاسر السبعه انا استاذنت بقى المراه لاجل دكتور الجاسر نجهز فيها نجهز نفسنا فيها لا يا رابع وانا لا يا ريس لا يا ريس انا لا فرمان انا لا فرمان انت المحكمه سمعت الدفاع من قبل وجبت الطبيب الشرعي وناقشتوه والله يا ريس والله ما هتتأجل فيه عاوز تترافع اهلا مش عاوز تترافع امتدد امتدد يا ريس امتدد مش هترافع يا ريس ماشي اتفضل انا امتدد المعامل بتاعنا ايه الطلبات اللي انت عاوز تجيبها اصلا؟ قول اول حاجه يا ريس ليا طلب استدعاء السيد كبير الاطباء الشرعيين استدعي لا يا ريس يا ريس بعد اذنك يا ريس طب احنا انا عايز كبير الاطباء الشرعيين طلب الطلبات ايوه في ايه بقى يا استاذ ما انا عندي طبيب شرعي مجري الكشف الطبي على جثه المتوفاه في اسئله معينه اتسالها ما ردش عليها انت ما انت ما كنتش ممثل ايوه يا ريس بس ما بطل انا بطل بس يعني انا بطلت الاقوال ايه الاسئله اللي عاوز يعني انا لما اجي النهارده الاقي اول سؤال اتساله له هل تستطيع تحديد سبب الوفاه؟ مش هكذب
ولا اي واحد هيقدر يجي. يعني ما اقدرش اقول ايه يا ربط السببيه يا ريس بين اللي منسوب لها بيها فعلته وبين ما ترتب عليه بالنتيجه؟ ما يمكن مش بعيده بالضربه اللي هي ضربتها. طيب الحاجه الثانيه يا ريس. لا نبعد كتير ولا نقرب. هو قال ان هي كانت في حاله تعبد وتحني. ايوه يا ريس. وبالتالي لا يستطيع ان يبذل طرفه على هذا الاساس. ده حاجه عسل. مش كده وبس يا ريس. لما يقول له انت فحصت جميع اعضاء الجسم الداخليه عند التشريح قال له كانت متحلله وما شرحتهاش. طب امال انت عملت ايه؟ طب متحلله يا ريس جه عمل ايه؟ ما خدش انسجه منها ليه؟ ما خدش منها عينات ليه؟ ما انسجه من حاجه متحلله يا ريس. يا ريس ما مراحل التحليل ايه اللي عاوز تثبته؟ ايه اللي عاوز تثبته منها؟ انا جالي ان الاحشاء بتاعتها بتحليلها خاليه من اي مخدر. وجالك الطب الشرعي اسمع. انا ما رئيس انا بس اسمع مش بنطول. وانت الطب الشرعي قال لك كمان حتى الاصابات اللي موجوده من محاوله قطع الرجل قال لك غير حيويه، يعني تمت بعد الايه او بعد ما هي ماتت. عاوزه ايه الطب الشرعي؟ تاني يا ريس لما يتقال له ما هي المده الزمنيه اللازمه لتحليل الجثه يقول له ده موضوع يطول شرحه، اما في حالتنا دي اسبوع. انا عايز اعرف ايه اللي يطول شرحه. لا ده حاجه علميه. طيب ما هنتناقش معاه فيها. لا طيب هنقول كمان يا ريس وعايز مجري التحريات. مجري التحريات عندك التحريات هزقها زي ما انت عارف. ها رافع يا استاذ. في طلب لينا كمان يا معلم. اترفع يا استاذ. في طلب لينا. القضيه دي هو معلم مش شرط. بس اسمعني اتفضل. القضيه دي تم فيها المرافعه امام دائره اخرى وبعد كده عشان عدلوا قانون الاجراءات الجنائيه اعيلت لينا وهي جايه من عند المفتي. تمام. خلاص؟ اذا كل طلباتكم قد اجيبت في الصح. اما جيب التحريات عندك التحريات اللي قالت انا هناقش ناقشها كيفما شئت. هتجيبه هيقول لك انا غير متذكر. هل انا هجيب ظابط بعد قد ايه التحريات دي وجريمه القتل اللي حصل؟ بعد اذنك في طلب بس يا معلم استشار. لا ما اقدرش يا ريس. في طلب بس يا معلم استشار برضه زميل اغفله طلب مهم جدا برضه. انا النهارده لما حصلت وقعه القبض على المتهمه النهارده المفترض هو اتصل علمي للمتهمه عن طريق اتصال تليفوني. عن طريق اتصال تليفوني النهارده لما الضابط فرغ المحضر بتاعه ما لقيناش مع المتهمه الاولى عليها صاحب محل الموبايلات سلمه. انا مش بقول على سلمه من عدم انشر، انا بتكلم على تليفون المتهمه نفسه. لما يجي النهارده يقول الروايه بتاعته جابها قبل الوقت. مطلق؟ لا مش جابها، ده مفيش اصلا تليفون ليها ولا في رقم تليفون، الاحراز اللي هو حاططها. انا معاك الطلب ده هيفيدك بايه؟ هيفيدنا يا معلم استشار ان بدايه تحرياته ان الضابط بدا بدايه تحرياته وروى اقوال على لسان المجد عليها في مبدا يا معلم استشار اسسه قاضي القضاه شريح يتعين على المحكمه الا تقابل اعتراف المتهم بالقبول والترحاب ولكن لا بد ان تقابله ايه بالحيطه والحذر فان العبد لا يتكلم الا اذا تالم. فانا المبدا ده النهارده لما اجي الاقي من الحكم السابق للمحكمه ان احنا عارف قول اللي انت عاوزه. وانا معلم مستشار مش هقول، ما انا عايز مستند يا معلم مستشار. انا النهارده لما بطلب من المحكمه الموقره الاستعلام من شبكات المحمول الخاصه واجي اقول النهارده معلم مستشار انا عايز الرقم الخاص بالمجني عليه والرقم الخاص بالمتهم عشان اقول الربط اللي هو رابطه هنا واللي رواه ظابط المباحث وهفنج ليه عشان يزوج للست دي كمتهمه النهارده. طب ما ده اصل الخيط بتاعك، يبقى حصل اتصال تليفوني بناء عليها هيكذبك. تمام تمام ده دم مش هنلاقوا سيدنا فيه. انت من حقك تثبت تثبت كل طلب بعد كده المحكمه توجهك اترافع وخلي طلبك موجود واحتياطيا اتمسك بيه ماشي. انا هو طلب يا باشا استعلام من شبكات المحمول شركات المحمول على الرقم الخاص
بالمجني عليها وكذا المتهمة وبيان بالمجني عليها وكذا المتهمة وبيان حصر المكالمات بينهم وتحديدا يوم الوقعة وتحديدا يوم الوقعة. عارف معايا الكلام ده اهو في محضر الجهاز. مين؟ من تحت اول امبارح. ما طلبتوش تقولوا عن الرابع. لا لا احنا ما رضيناش الرابع ما رضيناش الشهر. احنا واحنا واقفين على الشهر لما استبان لينا. انت باين في دور عبر عن الشهر. مش هتاخد المحمول ولا باشا؟ مصلحه واستدعاء باشا واستدعاء الدفاع وطلب استدعاء باشا والمحكمه وجهت الدفاع للمرافعه. اتفضل يا استاذ. كما طلب استدعاء السيد كبير الاطباء الشرعيين. وطلب استدعاء مجري التحريات ومجري التحريات. ها ايه تاني؟ اتفضل. طلب مش جاهزين يا هاي انت دبلك محامي للدعم محامينك مش عايزين يرتاحوا. لحظة يا فندم بعد إذنك. إذا كان في تأجيل بعد إذن معنا. أنا حاضر مع المتهم الثاني. وأنا قلت الجلسة اللي فاتت. حاضر مع المتهم الثاني طلب إيه؟ إخلاء سبيله يا فندم. طلب إخلاء سبيله. بعد إذن معلش إذا كان في تأجيل والله بقى أنا كان عندي جلسة فاضل نطرون النهاردة ارتبطت بقى عشان أكون ملتزم مع المحكمة. فأنا بستأذن عليك إذا كان في تأجيل إخلاص إحنا محبوسين النهاردة من تاريخ الواقع لحد اليوم يعني أنا نفذت العقوبة وفقا لنص مادة الاتهام. فأنا بلتمس من معاليكم أيا ما كان الأمر تأجيل في نفس الدور أو خارج الدور إخلاء سبيل المتهم. أنا جاهز وأنا ما عنديش أنا مشكلة. أنا في كل جلسة أنا جاهز ما عنديش أنا أدنى مشكلة. لكن أنا مضرب هو هي تجاوزها السنتين. لا يعني هو احنا ايه معناها كده ان انا خدت بقى عقوبه خلاص كده. انا اللي انا بستاذن. لا والله انا قلت لك هتخش الغرفه. انا بستاذن معليك. في اخلاء سبيله اذا رات المحكمه التاجيل انا بلتمس مع إخلاء سبيل المتهم واحنا ملتزمين بالحضور في جلستنا وملتزمين بالحضور في الجلسه المحدده اللي هتحددها الهيئه الموقره. شكرا. ربعت الجلسه يا قضيه المفتي. ايه هاني ماهر حسين عماره على المتهمه ايه بشوي نبيل عبد السيد تدرس عبد السيد. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله القانونه وبعد الاطلاع على نص الماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه حكمت المحكمه حضوريا وبجماعه الاراء بحالة أوراق الدعوة إلى السيد الدكتور مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي لعقوبة إعدام المتهمة آية ماهر حسن عمارة وحددت اليوم الثالث من دور شهر إبريل 24 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة. رفعت الجلسة.